بسم الله الرحمن الرحيم، هل يجوز الدعاء في الصلاة بالمصالح الدنيوية خاصة؟ والجواب: اختلف العلماء في ذلك، فقال الطائفة يجوز، ومنهم عروة ومالك والشافعي، وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وهو المشهور عن أحمد، وقال ابن قدامة ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به من ملاذ الدنيا وشهواتها، بما يشبه كلام الآدميين مثل اللهم ارزقني جارية حسناء وطعاما طيبا وبستانا أنيقا. واحتج المانعون ومنهم الحنفية والحنابلة بحديث معاوية ابن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. رواه مسلم. وقالوا: الدعاء بأمر الدنيا من كلام الناس. واحتج الجمهور بحديث أنس ابن مالك أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو على رعل وزكوان وعلى قبائل من العرب. رواه مسلم. والراجح مما ذهب إليه الجمهور لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء فليتخير من المسألة ما شاء، لأن هذا التخيير عام، فالذي يمنع من السؤال أمر دنيوي يحجز واسعا ويضيق ما وسعه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا، إذا فرغ المصلي من التشهد في جلسته الأخيرة قبل أن يسلم، ندب إليه أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ندب إليه أن يدعو بما يشاء، وأن يتعوذ بالله عز وجل، فهذه الجلسة فيها متسع للدعاء وللذكر، فليتخير لها من الأدعية والمتعوذات ما يعجبه، وإن كان متخيرا فليتخير الوارد وهو الأفضل. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.